عزيزي، اوعى تفتكر ان الماتشات اللي بتخلص في اول 20 دقيقه دي دايما بتكون ممله وما بتعرفش تستفيد بيها اي حاجه. بالعكس تماما، في ماتشات بتعرف تستفاد منها كل حاجه، بتوريك المباراه دي راحت هنا ازاي. وده اكتر سؤال كنت قاعد اساله بعد اول تلت ساعه، ازاي النجم الساحلي وصل للمكان اللي هو فيه ده؟ ازاي النجم الساحلي اللعيبه مش شايفه قدامها كده جوه الملعب؟ النجم الساحلي يلبس جون في اول دقيقتين، اول دقيقتين بيلبس جون من كرة عالية، اللي هو حرفيا انت لسه بتسمع عشان تقف في الملعب صح. لا انت مش عارف تقف في الملعب صح وبتلبس جون عن طريق سفيان بكير المساك بتاع شباب بلوزداد، وبعدها بتلبس الهدف الثاني عن طريق محمد اسلام بالخير لاعب فريق شباب بلوزداد. بعد الهدفين دول قعدت ادور ايه، ازاي النجم الساحلي قاعد هنا؟ يعني ازاي نجم الساحلي بقى بيقدم اداء سيء؟ ازاي نجم الساحلي لما لبس جونين مفيش اي رد فعل خالص من اللعيبه؟ لقيت كالعاده الاجابه المثاليه، النجم الساحلي بيعاني من مشاكل ماليه، مشاكل ماليه في الدوري التونسي، مشاكل ماليه بسبب عدم وجود شركات رعايه للانديه، مشاكل ماليه بسبب ان الدوري التونسي بدا مستواه يقل فبدا ما يجيبش فلوس للانديه. طيب مشاكل مالية بتقول ان الفرق في تونس كانت عندها اعتراض ان البطولة تتلعب علشان الفرق ما فيهاش فلوس. مشاكل مالية تقول لك ان فرقة النجم الساحلي فيها 3 4 لعيبة جوه الملعب مواليد 2001، وفي لعيبة عندهم 18 سنة موجودين جوه الملعب. هتقول لي لا، ما بن عيادة موجود ومحمد امين بن عمر موجود، في خبرات اهو. اقول لك طب ما الباقي كلهم شباب. الباقي كلهم شباب بجد. مش معنى كلامي ده ان انا بقلل من فرقة شباب بلوزداد، بالعكس، فرقة شباب بلوزداد خلصت المباراة في اول 18 دقيقة وبعد كده خلاص بقى احنا جايين هنا رحلة، احنا خلاص خلصنا عليهم وهم اكرمنا الضيوف، اكرمناهم بجد. اللي هو فرقة شباب بلوزداد ما تحسهاش فرقة طماعة بلغة الكورة كده، اللي هو جبنا الاول والتاني والله كويس. ودي من عوائد الفرق اللي بيدربها باكيتا للأمانة، ماركوس باكيتا بيعرف يعمل فرق كويسة وبيعرف يلعب كرة كويسة، بس للأمانة بتحسوش ان هو مدرب طماع وتحس ان الفرق بتاعته طماعة اللي هو ممكن تكسب سكور. لا، جبنا الهدف الاول والتاني خلاص بقى نقعد بقى. طب تقعد تدور على المحترفين بتوع فرقة النجم الساحلي تلاقيهم اتنين محترفين صغيرين في السن، اذا كان المساك ولا اذا كان المهاجم اللي من الكونغو الديمقراطية او المساك اللي من الكاميرون. تقعد تبص على اللعيبة دي، مستوى لعيبة النجم مستوى صعب صعب بجد والله. ده اللي فهمني ازاي النجم الساحلي وصل للمكان اللي هو يخسر في اول 18 دقيقه، وازاي النجم الساحلي غير مدير فني لسعد الشابي بلومير اللي هو كان مفترض ان الراجل بسم الله ما شاء الله بيعمل نتائج سلبيه. الراجل عمل 3 تعادلات في المجموعه قدام النجم وقدام فرقه بلوزداد وقدام فرقه دي جالاكسي لما بيهم 3 نقاط، قالوا له انت كخه وهنمشيك ونجيب لسعد الشابي. جابوا لسعد الشابي، اتغلب من الترجي واتغلب من الفرقه بتاع النهارده 2-2، يعني بسم الله ما شاء الله مشيت مدرب بيتعادل جبت مدرب بيخسر اتنينات بس. تقعد تبص على مستوى النجم الساحلي، الموضوع ملوش علاقه بمدرب خالص، الموضوع متعلق بجوده اللعيبه. لعيبه النجم الساحلي جودتهم سيئه جدا، جودتهم رديئه جدا، وده بيعود ان الفرقه نو اموال، ما فيهاش اموال. طالما الفرقه ما فيهاش فلوس هتضطر انك تجيب لعيبه شباب وهتضطر انك تجيب لعيبه كلاس بي على كلاس سي وتنوع، فهي دي مشكله الفرق اللي ما بيبقاش عندها فلوس. ولو انت مش مصدقني عزيزي، فلو انت جزائري فرقه وفاق سطيف هي مثال حي للكلام اللي انا بقوله، لو انت مصري ففرقه الاسماعيلي المصري بالظروف اللي كلنا عارفينها في مصر بنمر بيها حاليا، لو انت تونسي عندك الافريقي السنه اللي فاتت كان هيبط عشان خاطر ما عندوش اموال، فقصه الاموال دي بقت مؤثره جدا. وللاسف دورياتنا العربيه ومسؤوليننا الرياضيين المفترض ان هم يعني بيدعموا الفرق دي ما بيدعموش اي حاجه ولا بيقرروا ان هم يقفوا مع الفرق، بالعكس هم الفرق الجماهيريه بدنا نشوف ان هي بتنبسط. فربنا يوفق لعيبه النجم الساحلي ويخلصوا الموسم ده على خير وما يهبطوش السنه دي في الدوري التونسي، علشان الموضوع بقى مش فرقه النجم الساحلي هتلعب بلاي اوف، ولا فرقه النجم الساحلي بالمنظر ده ممكن تهبط اساسا للدرجه الثانيه في تونس. فربنا يكون في عون مشجعين النجم، ومليار مبروك مبروك لمشجعين شباب بلوزداد الفرقه المحترمه، الفرقه اللي بقول لك ماركوس باكيتا عمل فرقه محترمه، مليون مبروك لشباب بلوزداد وجمهور شباب بلوزداد. ان شاء الله باذن الله نتفرج على مباراه جميله ما بين الترجي التونسي وشباب بلوزداد. والترجي التونسي عزيزي كانوا بيتهموه بتونس ان هو عنده مشاكل ماليه، والفرقه الوحيده في تونس اللي طلع عندها استقرار مالي هي فرقه الترجي التونسي، فقصه كبيره جدا في قصه الرياضه في تونس. الموضوع كبير بجد، لما دورت فيه بعد ال 18 دقيقه اللي شباب بلوزداد خلص الماتش فيهم دول لقيت ان في كلام كبير جدا بيحصل في الكوره التونسيه. لو عجبك الفيديو اعمل لايك، ما عجبكش الفيديو براحتك يا برو، احنا كملنا الفيديو كله والسماعه دي مرميه لتحت. فقول
اللي انت عايزه.